السلام عليكم ورحمة الله. شباب كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد التمارين في الدرس ديال الاعداد العقديه اللي مختلف على التمارين الاعتياديه، هكا باش انك تتعلم بعض الاسئله تكونوا جداد وتتعلم بعض الطرق كيفاش انك تخرج مجموعه ديال الاسئله. على بركه الله نبداو بالنسبه للسؤال الاول. اول حاجه نقراو المعطيات، نعتبر بي ديال زد، بحيث بي ديال زد كتساوي زد اس 4 ناقص 6 فوا زد اس 3 زائد 24 فوا زد اس 2 ناقص 18 فوا زد زائد 63 لكل زد من المجموعه سي. اولا احسب بي ديال ناقص اي جذر 3 و بي ديال اي جذر 3. يعني شنو عندك هنايا؟ بحال اللي عندك واحد لا فونكسيون هنايا وطلب منك باش تحسب الصور ديال الاعداد. مثلا كتمشي للاكس كتعوضها بداك العدد اللي عندك هنايا، كذلك هنا كنمشيو نحيدو المجهول اللي عندنا زد وكنعوضوه بهذا العدد وكنحسب عادي. نبداو على بركه الله بالنسبه للسؤال الاولاني. دونك نكتبوا هذيك البولينوم اللي عندنا هنايا. دونك عندنا بي ديال زد كتساوي زد أس 4 ناقص 6 فوا زد أس 3 زائد 24 فوا زد أو كاري ناقص 18 لزد زائد 63. يعني هنا يبدا نحسبوا بعض الصور لبعض الأعداد. دونك بي ديال ناقص إي جذر 3 تتساوي، يعني شوف معايا هاد لي زد اللي عندك هنا عوضهم بهذا العدد احسب عادي. دونك إي ناقص اي جذر 3 الكل اس 7 ناقص 6 عامل لناقص اي جذر 3 اس 3 زائد 24 عامل لناقص اي جذر 3 الكل اس 2 ناقص 18 عامل لناقص اي جذر 3 زائد 63 ونحسب تتساوي. ناقص اي اس 4 هي ناقص اي اس 2 مضروب ناقص اي اس 2، هي شحال بتعطيك؟ ناقص اس 4 بتمشي عندك هنا الاس الزوجي مع ناقص بتمشي بحال اللي عندك اي اس 4. اي اس 4 هي شحال؟ هي اي اس 2 مضروبه في اي اس 2. اي اس 2 هي ناقص 1 في اي اس 2 اللي هي ناقص 1 اللي هي 1. دونك عطتني 1 مضروب جذر 3 اس 4. جذر 3 اس 4 هي شحال؟ هي جذر 3 أس 2 الكل أس 2 هاي ناقص 6 عامل عندنا هنايا ناقص إي أس 3 هاي ناقص إي أس 3 مضروبة في جذر 3 أس 3 زائد 24 عامل. هنا عندنا ناقص إي أس 2 في جذر 3، يعني ناقص مع الأس زوجي بحال ما كاينش، بحال عندنا إي أس 2 في جذر 3 أس 2 ناقص هاد ناقص 18 بتضرب في ناقص اي جذر 3 هي زائد 18 اي جذر 3 زائد 63 تتساوي. دونك هنايا عندنا جذر 3 اس 2 هي 3 اس 2 هي 9، 9 في 1 هي 9، يعني بتخدم عادي الحساب. ناقص 6 عامل هنا عندنا ناقص اي اس 3، هاد ناقص بتبقى، علاش؟ حيت الاس هنايا فردي بتبقى، ولا خرج على برا هاد ناقص اس 3 يعني الاس فردي كتخرج ناقص بتلاقى مع هاد ناقص هي زائد هاي. و اي اس 3 هي اش؟ هي اي اس 2 مضروبه في اي. دونك اي اس 2 هي ناقص 1 مضروبه في اي هي ناقص اي، هاي ناقص اي فاش مضروبة في جذر 3 أس 3، دير التفكيك جذر 3 في جذر 3 في جذر 3، جذر 3 أس 2 هي 3 في الغاصين ديال 3 هي 3 غاصين ديال 3 زائد هنايا إي أس 2 اللي هي ناقص 1 في جذر 3 أس 2 اللي هي 3 مع ناقص هي ناقص 3 ها هي 24 عامل ناقص 3 زائد 18 لإي أس 3 زائد 63 تتساوي. دونك كاين واحد الناقص هنا بغيت نخرج على برا، بغيت ندير 9 ناقص 6 في 3 هي 18 لإي جذر 3 مزيان، و 24 ضربها في 3 اللي هي مع ناقص هي ناقص 72 زائد 18 لإي جذر 3 زائد 63 وتيبقى لك الحساب. دونك عندنا ناقص 18 لإي زائد 18 لإي جذر 3 هادو متقابلين، يعني بغينا نختازلوهم، هذا هو المرافق ديال هذا بيتختازل. 9 ناقص 72 هي ناقص 63 زائد 63 اللي هي 0. يعني بي ديال ناقص اي جذر 3 كتساوي 0 نفس القضيه.
نفس القضيه غادي نمشيو نحسبوا اش بي ديال اي جذر 3. شوف معايا هنايا باش نحاولوا يعني نربحوا الوقت شويه. هذا مع هذا اشنا هو الفرق بيناتهم؟ هذا فيه ناقص وهذا فيه زائد، يعني عادي نمشي لهاد الحويجات هادو وفين ما كاين ناقص بغيت نعوضها بزائد. يعني هنايا عندنا ناقص اي اس 4، الى عندنا اي بيبقى نفس التعبير، يعني هذا شحال عطاني في الاخر 9 مزيان. هذا اللي فيه اس 3 اللي كانت فيه اس 3 كانت فيه واحد ناقص خرجت على برا ولات مع هاد ناقص بتولي زائد، يعني عادي نمشي لهادي وبغيت نخلي هذيك ناقص نحيدها بحال ما كايناش. غادي نمشي نعاود ثاني هنايا الفا اس 2، عندنا ناقص اس 2 بحال ما كايناش، يعني هادي بيبقى هو نفسه، وهذا اللي كانت فيه ناقص بغيت نحيد ناقص وبغيت نخلي هادي. يعني كنحاول نرد البال الى الحساب، الى حسبنا هذا هو المرافق ديالو وهذا نحاول نشونجيه الاشاره، يعني بغينا نمشيو نديرو بي ديال اي جذر 3 تتساوي. يلا فين ما كان الاس زوجي بيبقى، ولكن الاس فردي بغيت نحيد ديك ناقص. دونك شوف معايا هذا اس 4 بحال عندنا ناقص بحال ما كايناش، تس اس انا زوجي 4 بيمشي شحال عطاني في الاخر هذا 9. ها هي نكتبها ونرجع عاود ثاني اش لهذا في اس 3 كانت واحد ناقص هنايا، هذيك ناقص خرجت على برا بتلاقى مع ناقص بتولي زائد. شحال عندي هنايا؟ عندنا ناقص 18 اللي بغيت نخلي بغيت ندير زائد 18، بغيت ندير زائد 18 لإي جذر 3. هنايا عندنا ناقص 72 فيها أس 2 بيبقى كما هي ناقص 72 مزيان، وبغيت نجي لهادي اللي فيها 18 لإي جذر 3. منين جبنا 18 لإي؟ ها هي 18 لإي منين جبناها؟ كانت عندنا ناقص 18 ضربناها في ناقص داكشي باش عطاتنا زائد، ولكن هاد ناقص أنا ما عنديش هنايا، يعني بغيت نخلي ناقص 18 في جذر 3 هي ناقص 18 لإي جذر 3 زائد 63. شوف معايا عاوتاني هنايا 18 الاي جذر 3 ناقص 18 الاي مشات هادي مع هادي 9 ناقص 72 هي ناقص 63 زائد 63 هي 0، يعني بي ديال اي جذر 3 حتى هي عطاتنا 0 مزيان. يعني السؤال الاول خرجنا عادي، حتى الا ما فهمتيهاش بيت مشي نعم اسيدي فين ما كان زيد وعوضها بهاد العدد وحسب عادي ورد البال هي الاشاره، صافي مفهوم هاد القضيه هادي. ندوزو للسؤال الثاني، اشنو غادي نستنتج بعدا من هادي؟ بعدا انت شوف معايا هاد الحدوديه عوضنا واحد العدد وعطانا زيرو، يعني الصوره ديال هاد العدد عطانا زيرو، يعني اش هاد الحدوديه الحل ديالها هو هذا هو هذا. يعني اون فوا يكون عندك واحد البولينوم حدوديه كيف ما كانت الدرجه ديالها حسبتي واحد العدد الصورة ديالو عطاك زيرو، عرف أن هذاك العدد حل من بين الحلول ديال هذيك البولينوم، كل ما عطاتناش زيرو معليش نقولو حل، يعني هذا استنتاج يقدر ينفعك في الأسئلة الأخرين. نشوفو السؤال الموالي، دونك غادي نحيدوها. السؤال الموالي قال لي حدد أ و بي بحيث ديتيرميني، يعني أ و بي يعني هنا أ و بي كاينين في هذا البولينوم، مزيان. شوف معنا شنو عندي، عندنا هذا البولينوم بدل لي الكتابة ديالها، أش ولات؟ فيها زد أس 3 عفوا أس 2 زائد 3 عامل زد أس 2 زائد أ فوا زد زائد بي، يعني أد أ و بي كاينين في هذا التعبير هذا. هنا قال لي حدد، ما فرضش عليا باش أنني نبين شي طريقة، دونك هنا خلى لي لو شوا أشنو غادي نمشي ندير. يعني إلا شرط أن هذا في هذا التعبير بيعطيني هذا، علاش؟ حيتاش هاد بي ديال زد راه هي هادي، يعني غادي نحاول ندير النشر ونمشي ندير واحد الشكل النظمة. ما بغيتيش دير النظمة يمكن لك دير القسمة الإقليدية، هاد التعبير كامل بتقسمو على هذا باش يعطيك هذا. القسمة الإقليدية فيها شوية ديال المشاكل حيتاش كتكون طويلة وكتكون فيها بزاف ديال الإشارات، ما بغيتش ندير القسمة القيادية، غادي نحاول ننشرو هذا ونشوف المعاملات هما نفس المعاملات اللي كاين هنايا. تبع معايا هذا السؤال هذا يقدر تلقاه في الوطني ولا تلقاه في الامتحان ديال الأعداد العقدية. دونك السؤال الثاني ب هذا السؤال الأولاني حيدنا، اشنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نشدو هاد بي ديال زد قلنا غادي ننشرو هادي، من بعد غادي ندير واحد التكافؤ بين هادي مع هادي. يلا تبع معايا هنايا، دونك حنا عندنا بي ديال زد كتساوي زد أس 2 زائد 3 عامل لي زد أس 2 زائد أ ديال زد زائد بي، هذا هو التعبير اللي عندي. اشنو غادي نمشي ندير؟ غادي ننشر هاد الشيء هذا، دونك زد أس 2 في زد أس 2 هي شحال؟ هي زد أس 4 مزيان، زد أس 2 في أ فوا زد يعني هي زائد، ورد البال للإشارة، عندنا أ زد أس 2 في زد هي زد أس 3، ها هي نعم أسيدي، زد أس 2 في زائد بي هي زائد بي
أس اثنان. مزيان، عندنا زائد هاي، وهذا تاو فيه زائد هاي، 3 فوا زد أو كاري هي 3 زد أو كاري. مزيان، عندنا زائد، عندنا زائد هاي هي زائد، يعني كترد البال على الإشارة وكتنشر عادي. 3 في أ فوا زد هي 3 أ زد. مزيان، 3 في زائد بي هي زائد 3 بي تتساوي. اشنو غادي نمشي ندير؟ اللي عندهم نفس الاس يتجمعوا. زد اس 4 ما كايناش اختها هنايا، نخلي هاي زد اس 4. كذلك هاد اللي فيها اس 3 ها هي ا زد اس 3. مزيان، شوف معايا، هنا عندنا زد او كاري، هنا عندنا زد او كاري، ولكن ما يمكنليش نجمع بي مع 3. اشنو غادي نمشي عندي نعمل بزد او كاري، بندير هكا زد، بنديرها هي زائد زد او كاري عامل لي بي زائد 3. هاي عندنا 3 ا زد، بقات عندي 3 ا زد زائد 3 بي. مزيان، اشنو غادي نمشي ندير؟ نكتب هذيك البولينوم اللي عندي في الاول، يعني التعبير ديالها من الاول نكتبه. دونك اشنو عندنا في بي ديال زد؟ دونك عندنا بي ديال زد هاي بي ديال زد كتساوي زد اس 4 زائد عفوا ناقص 6 فوا زد اس 3 زائد 24 فوا زد او كاري ناقص 18 لزد زائد 63. غادي نديرو بحال شكل نظمة هاي سيستم، اللي عندهم نفس المعاملات وما كيساو نفس المعاملات. حنا شنو بغينا؟ بغينا نجبدو ا و بي. فين كاينه ا؟ هاي في المعامل زد اس 3. زد اس 3 في البولينوم ديال زد شحال كتساوي؟ ناقص 6، يعني ا كتساوي ناقص 6، يعني ا كتساوي ناقص 6. ها وحده خرجناها. نمشيو لبي، فين كاينه بي؟ كاينه في بي زائد 3، وكاينه هنايا 3 بي. اما ندير 3 بي كتساوي 63 اللي ما فيهاش زد، ولا نمشيو نخدمو بهذه، ولا نخدمو هذه بحال بحال. شوف المعامل ديال زد او كاري هي بي زائد 3، والمعامل ديال زد او كاري هنايا اللي هي 24، يعني بندير 24 كتساوي هذا، يعني بي زائد 3 كتساوي 24. دونك حنا وحده فيهم لقيناها، بقات لي هادي كمل الحساب هنايا، يعني ا كتساوي ناقص 6 و بي كتساوي 24 نقص منها 3 اللي هي 21. وانت لقيتي لا فالور ديال ا ولا فالور ديال بي. دائما المعاملات كيساوي المعاملات، يعني ارد البال هي الاشاره، يعني ما يمكنليش ندير زد اس 3 مع زد اس 2، لا ما يمكنليش. ونشوف هذاك المعامل اللي كنقلب عليه فين كاين، واش في زد اس 4 ولا زد او كاري ولا بوحدو، ونخدم عادي. دونك ها هي لا فالور ديال ا، وهي لا فالور ديال 21. ا هي ناقص 6 و بي هي 21، من جبنا هذه 24 نقص منها 3 هي 21. دونك السؤال واضح. نمشيو نكملوا الاسئله الاخرين. السؤال الثاني، حل في السي المعادله بي ديال زد كتساوي زيرو. مزيان استاذ، هنا بي ديال زد كتساوي زيرو، واش بينا نخدمو بهادي ولا بينا نخدمو بهادي؟ بغيت نخدم بهادي. دائما كنقول لك في التمارين فاش كيعطيك واحد البولينوم ولا حدوديه بواحد التعبير الاول، من بعد كيعطيك تعبير اخر، خدم بهذا التعبير الجديد، حيتاش هذا تيكون سهل من ان هذا. يعني بي ديال زد كتساوي زيرو، هاد التعبير كله كيساوي صفر، هذا او بي بغيت نعوضهم بهاد لا فالور اللي لقينا هنايا. دونك السؤال الثاني، ثانيا بي ديال زد كتساوي صفر، هذا يكافي ان زد او كاري زائد 3 عامل لي زد او كاري. هنا عندنا ا فيها ناقص 6 هي ناقص 6 فوا زد، وعندنا بي شحال لقينا؟ 21 زائد 21 كتساوي صفر. مزيان، يعني اشنو؟ نحيدو هادي ونكملو. شكون اللي كيساوي صفر؟ هنا عندك جداء كيساوي صفر، واحد فيهم هو اللي كيساوي صفر، بغيت ندير او ماشي و، يعني اش؟ هذا يكافي ان زد او كاري زائد 3 كتساوي صفر، او يعني او ماشي اي، زد او كاري ناقص 6 فوا زد زائد 21 كتساوي صفر. هذا فيه زد او كاري خدمو بدلتا، حتى هذا فيه زد او كاري بتخدمو بدلتا، مرحبا، ما بغيتيش بغيت نوريك واحد الطريقة. دونك هادي عامرة، اجي خدم معايا كل وحدة بوحدة. عندنا زد او كاري زائد 3 كتساوي صفر، اشنو كيعني؟
كاين ان زد وكاري كتساوي ناقص 3. مزيان، هاد ناقص 3 شحال كتساوي؟ بحال عندنا 3 مضروبه في اي اس 2، انها 3 بحال ضربتيها في اي اس 2 باش تعطيك ناقص. ها هي بدير زد وكاري كتساوي هي 3 مضروبه في اي اس 2. شوف هذا فيه اس 2 ولا ما فيهش، يعني هذا اللي بيتي فيه اس 2 دخل فيه الجذر وفي نفس الوقت اس 2، هي اش؟ هي جذر 3 اس 2 مضروبه في اي اس 2، هذه هي زد او كاري. دونك زد او كاري كتساوي اي جذر 3 اس 2. ها حنا كنقلبوا على زد، دونك زد او كاري كتساوي اي جذر 3 اس 2. هنا سبق لك اس 2 بتخلص منها بتدخل الجذر، ولكن حذاري فاش كتكون او كاري كتبغي تدخل الجذر راه كيساوي لا فالور ابسولي ديال التعبير. يعني نشرح لك هذه القضيه، فاش كتكون عندك اكس، دونك نشرحها هذه بوحدها هنايا، اكس وكاري مثلا كتساوي ام ياك، وبغيتي تخلص من هاد اس 2 اشنو كدير؟ كدير جذر اكس وكاري كتساوي ام الجذر ديالها. مزيان، ولكن هاد اوكاري مع الجذر ما غاديش يمشي، بتبقى عندك اش؟ لا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي جذر ام، والقيمة المتلاقة راه كتكون اما موجبة اما سالبة، يعني رد البال هادي ماشي كتساوي هادي اكس، لا راه كاين فرق بين الا كانت سابقة اس 2 وكاين فرق بين الا كانت سابقة الجذر. الا كان الجذر سابق ماشي مشكل دخل اس 2 وحيد داكشي، ولكن الا كانت سابقة اوكاري كتدخل الجذر وكتعطيك القيمة المتلاقة، والقيمة المتلاقة يقدر تكون موجبة يقدر تكون سالبة. رد البال هادي، يعني هادي اش بينا نديرو؟ بينا نديرو زد، زد كيساوي هاد التعبير اللي هو اي جذر 3 وزد اس 2 عفوا زد 2 كتساوي ناقص اي جذر 3، حيت هادي فيها جوج ديال الحلول، ها القيمه الموجبه ديالها القيمه السالبه ديالها. دابا عاد نرجع معايا لهادي اللي فيها زد او كاري ناقص 6 زد زائد 21 كتساوي صفر، نخدمها هنا بوحدها. دونك زد او كاري ناقص 6 زد زائد 21 كتساوي صفر، دونك هادي صافي نحيدو هنا ونخدم عادي. دونك هما جوج حلول لقيناهم، نجي هنايا نخدم اش؟ الدلتا، دونك الدلتا اللي هو بي او كاري ناقص 4 فوا اسي، ونعوض الاقواس ضروري، ها هي بلاصه بي ناقص 4 ها هي بلاصه ا وها هي بلاصه سي، دونك بي هو المعامل ديال زد اللي ناقص 6، ا هي 1 ها هي، وبي هي عفوا سي هي 21 ها هي كتساوي ناقص 6 أس 2 هي 36 ناقص 4 في 1 هي 4 في 21 اللي هي 84، 36 ناقص 84 اللي هي ناقص 48. 48 بغيت نكتبها على شكل جذر، كيفاش بغيت ندير ليها؟ هاد 48 هي 16 في 3، يمكن لك دير التفكيك اي حاجه اي عدد بغيتي، ولكن حاول دير التفكيك ديال شي عدد اللي يمكن لك تحسب ليه الجذر ديالو. دونك هادي بغيت ندير لها التفكيك، هي ناقص خرجتها على برا، 48 هي 16 مضروبة في 3 اللي هي كتساوي 4 جذر 3 الكل أس 2، هذا هو الدلتا. عندنا واحد إي هنايا نسيناه، 4 إي جذر 3 أس 2، حيتاش 4 أس 2 اللي هي 16 ولكن إي أس 2 اللي هي ناقص 1 هي هادي، وجذر 3 أس 2 اللي هي 3. نعاود نكتب لك هادي باش تبان مزيان، 4 اي جذر 3 الكل اس 2 ها هي. دونك هنايا غادي نمشيو عندنا جوج ديال الحلول حيت عندنا دلتا سالب. دونك الحلول اللي عندنا هنايا هما اش؟ سمينا هنايا زد 1 وزد 2 ديال هادو، نسمي هادي مثلا زد 3 ولا زد بريم 1 تتساوي ناقص بي، بي اصلا فيها ناقص 6 مع ناقص القاعده هي 6 ناقص اي جذر هاد العجب هذا. اشنو عندنا هنايا؟ يعني بين هاد اي راه كاينه هنايا، بين ندير 4 جذر 3 فوا اي، هادشي مقسم على اش؟ 2 فوا ا، اشحال عندنا؟ 1 في 2 اللي هي 2 تتساوي 4 على 2 عفوا 6 على 2 اللي هي 3 ناقص 4 على 2 اللي هي 2 اي جذر 3، هذا هو زد بريم 1. دونك زد بريم 2 هو زد بريم 1 باغ كتساوي هي 3 زائد اي جذر 3، يعني الحلول النهائيين كاملين هاهم. بغيت نكتبو هنا ندير اس تتساوي ناقص اي جذر 3 اي جذر 3
ثلاثة ناقص جوج اي جذر ثلاثة، والاخر في ثلاثة زائد جوج اي جذر ثلاثة. هادو هما الحلول ديال هاد المعادلة بي ديال زيد كتساوي صفر. عندنا حنا أربعة ديال الحلول، علاش؟ هادي فيها جوج وهادي فيها جوج، داكشي باش عطانا أربعة ديال الحلول. دوك ندوزو السؤال الموالي. السؤال الموالي قال لي أنا اعتبر النقاط أ و بي و سي و دي، بحيث أنا عطانا بعض النقاط وعطانا الفيكس ديال كل وحدة بوحدها. دونك بي اللي هي ناقص اي جذر ثلاثة، أ اللي هي إي جذر ثلاثة، دي ثلاثة ناقص جوج إي جذر ثلاثة، و سي هي ثلاثة زائد جوج إي جذر ثلاثة. مزيان، السؤال الأول مثل نقاط أ و بي و سي و دي. بينا نجيب واحد المعلم أو أو في متعامد بيان سور، بينا نمثلو فيه هاد النقاط هادو. صافي، نجيب واحد المعلم ومثل هاد النقاط. هي راه خاصك دير واحد القضية، تعرف كيفاش كنمثلو أعداد عقدية في المعلم، كيفاش كنمثلوا اعداد عقديه في المعلم. يعني راه كاين واحد النوع ديال التلامذ ما تعرفش يمثل اعداد عقديه في واحد المعلم. دونك غادي نجيب واحد المعلم هنايا، بسم الله، وفي نفس الوقت غادي نقسمو. دونك واحد هنا، جوج ثلاثه اربعه، واحد جوج ثلاثه أربعة. حتى نجي نقسمو هنايا، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة. دونك هنايا واحد جوج ثلاثة، هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة، ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، وهنايا راه أربعة. دونك أول حاجة في الأعداد العقدية خاصك تعرف كل حاجة بوحدها. شوف معايا، فاش يكون عندك واحد العدد عقدي بصفة عامة، عدد عقدي فيه زد كيساوي أ زائد إي بي، عرف أن أ اللي هو الغيال كيمثل ليا أش لي زيكس، و بي اللي هو الإيماجينير كيمثل ليا لي زيكريك. يعني أ هو إكس و بي هو إيكريك. نجي نمثلو هنايا، اشنو عندنا هنايا؟ النقطة أ فيها إي جذر ثلاثة، يعني إي جذر ثلاثة اللي فيهم إي كيكونوا في إيكريك. أجي معايا فينايا إيكريك، هذا هو المستقيم ديال إيكريك. مزيان، إي جذر ثلاثة، جذر ثلاثة بغيتي تحسبها في الكالكول تعطيك تقريبا 1.7، يعني فايتة 1.5 بشي شوية. دونك ها فين باتجي ليا أ، هي هنايا. دونك هادي النقطة أ. مزيان، النقطة بي، النقطة بي شنو هي؟ هي ناقص اي جذر ثلاثة. شوف معايا، بي هي الكونجيكي ديال ا، المرافق. يعني إلا كانت عندنا ا الفوق بتكون عندنا بي لتحت. شحال عندنا؟ 1.7 تقريبا، يعني بتكون ناقص 1.7، عارفين بتكون بي. عندنا دي ثلاثة في اكس، هي ثلاثة أييه، وناقص جوج اي جذر ثلاثة. جذر ثلاثة تقريبا 1 شي حاجة، 1.7 جو بونس، ضربتيها في جوج بتعطيك 3.4 اش في ناقص، يعني فينا هي ايكريك، ها هي ايكريك وهذا، ولكن ناقص 3.4، ها هي 3 هنايا، بتكون هنايا ناقص 3.4، وبين نجيبوها مع 3، يعني بين ندير الاسقاط هنايا، بنحاول نشوف 3 فين بتجي، ها فين بتجي دي، هنا بتجي دي، هذه هي النقطة دي. يعني من بعد بين ندير الاسقاط على هذا، ودي الاسقاط هنايا. دونك هنا في بات جد. من نمشيو للنقطة الأخرى سي، سي هي 3 زائد جوج اي جذر 3، هذا راه هو الكونجيكي ديال هذا. شوف دي فين كاينة لتحت، يعني سي فين بتكون هنا الفوق، يعني سير احسب لي المسافة من هنا حتى لهنايا هي اللي بتكون الفوق. يعني إلا خديتي هي فكرة كيفاش كنديرو التمثيل، راه بترسم هذا المعلم يكون عندك مقاد، ورسم يعني النقط بشكل مباشر، يعني خذ التربيعات ولا خذ مسطره وحسب بشويه عليك. يعني قلنا ان النقطه سي هي الكونجيكي ديال دي، دي كاينه لتحت، دونك سي بتكون الفوق. دونك هنايا عندنا من 10 حتى تقريبا 16.5، يعني ملكون من 10 حتى 16.5 هنا. دونك ها هي بتكون هنايا سي هنا. دونك هذه هي النقطه سي، وانت مثلتي هذوك. بالنسبه لهذا المعلم هذا
عطيتك انا واحد الفكره كيفاش انك كتمثل هذوك النقط. لي زيكس هو ا والاي كريك هو لا بارتي ايماجينير. صافي دونك نمثل احنا النقط. ندوزو للسؤال الموالي. دونك السؤال الموالي هنايا قال لي بين ان النقط ا و بي و سي و دي تنتمي لنفس الدائره سي. مزيان اجي معايا لهنا. هاد النقط اللي مثلنا هنا هي ا و بي و دي و سي. يعني هنايا بينا نبينو ان هاد النقط كاملين الى درت واحد الدائره وجمعتهم كاملين كنلقاهم كينتمو لنفس الدائره. ها هذا هو السؤال اللي قال لي. ولكن اشنو عطاني هنايا؟ قال لي محددا مركزها وشعاعها. بينا نحددو لو سونتر ديال هاد السيركل وفي نفس الوقت لو غايون. ما عطانيش لو غايون وما عطانيش يعني الشعاع اللي عفوا المركز. يعني ما عندي حتى شي حاجه. على الله عندنا هاد النقط هادو بربعه لافيكس ديالهم. يعني انت اش بتمشي دير؟ بتمشي ترسم واحد الدائره غير في الوسخ باش تحاول يعني تحط هذوك النقط فيها وتشوف شي خاصيه لانك تخرجها من انطلاقا من داك الشكل. وغادي نجيبو نيت هذيك الورقه اللي درنا فيها المعلم وغادي نرسمو واحد الدائره هنايا. دونك هاد الدائره شوف معايا هاد الدائره بتجمع لي اربعه ديال النقاط ا و بي و سي و دي. بالنسبه ل ا اي جذر 3 يعني مثلا نديرو هنايا بي ناقص اي جذر 3. قلنا بي هو المرافق ديال ا يعني الكونجيغي. ما يمكنش تكون حداها بتكون في التحت. يعني الا كانت ا الفوق بتكون بي لتحت. ها هي بينا نمشيو لاش سي. يعني مثلا نديرو سي هنايا دي اش هي المرافق ديال يعني بيكون في جنبه هنايا. ها هي هنا. ها يعني نتايا الا بديت تبين ان هاد النقط هادو كينتمو نفس الدائره عندك بزاف ديال القواعد لانك تخدمهم. بغيت نوريك واحد الطريقه سهله. شوف معايا الا عندنا هادو كينتمو نفس الدائره. شوف معايا الا مشينا ورسمنا واحد المثلث هنا. رسمنا واحد المثلث هنا يبنى ثلاث نقط. هادو خد ثلاث نقط ورسم مثلث. مثلث رسم مثلث عادي. هاو اش كتلاحظ في هذا المثلث؟ عندك واحد الزاويه قائمه هنا ياك نعم سيدي ولا لا؟ يعني هنايا عندنا واحد الزاويه قائمه. يعني اش بتمشي دير نتايا؟ بتبرهن على هذا المثلث قائم الزاويه ياك. ومن بعد بتعاونك هذا اللي يعني الشعاع اللي هو الدي سي باش انك تخرج المركز والشعاع. وديك الساعه من بعد بتدخل هاد النقطه. يعني اول حاجه بين ان هاد المثلث قائم الزاويه في بي. اول حاجه اشنو كنمشيو كنديرو الى عندنا ثلاث نقط وبين نبينو ان واحد المثلث قائم الزاويه كنفيكسيو واحد النقطه مثلا بي. كنديرو زد سي ناقص بي على دي ناقص بي ونخدمها عادي. دونك غادي نبينو ان هذا المثلث قائم الزاويه. شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نحسبوا هذه العلاقه ديال زد سي ناقص زد بي على زد دي ناقص زد بي. يعني كتاخد واحد النقطه كتفيكسيها والاخرين كتكتبهم هنايا. كتمشي كتبين ان هذا المثلث قائم الزاويه. بينو ان هذا المثلث قائم الزاويه في هذه النقطه بي. ماشي ضروري انك تاخد بي. يقدر تاخد المثلث دي ا سي وتبين انه قائم الزاويه في او تخدم عادي. يعني دائما الشكل تيعطيك واحد الجواب تيعاونك. دونك نكملو هنايا تتساوي غادي ندير زد سي ناقص زد بي على زد سي ناقص زد بي. دونك فين هما؟ ها هما عندي في المعطيات. عندنا السي هي 3 زائد 2 اي جذر 3 ناقص بي اللي هي ناقص اي جذر 3 دي اللي هي 3 ناقص اي جذر 3 ناقص بي اللي هي ناقص اي جذر 3. وبغيت نخدم عادي. يلا نحسب دابا هذا الشيء. هذا تتساوي نحيد الاقواس. دونك 3 زائد 2 اي جذر 3 ناقص مع ناقص هي زائد اي جذر 3. هنا عندنا 3 ناقص 2 اي جذر 3 عندنا ناقص مع ناقص هي زائد اي جذر 3 تتساوي عندنا 3 ها هي 2 اي جذر 3 زائد اي جذر 3 هي شحال؟ هي زائد 3 اي جذر 3. وفي التحت عندنا 3 ها هي
ناقص جوج اي زائد اي جذر 3 هي ناقص اي جذر 3. مزيان، شوف معايا هنايا عندنا 3 ناقص اي جذر 3، والفوق عندنا 3 زائد 3 اي جذر 3. اما تكملها بالمرافق ولا عمل هنايا 3 مع 3 اي جذر 3 وكملها بشكل عادي. نعاودو نكتبو هادي هنايا، دونك عندنا 3 زائد 3 اي جذر 3 مقسمة على 3 ناقص اي جذر 3. ديرو المرافق اللي هو 3 زائد اي جذر 3 في البسط وفي المقام، 3 زائد اي جذر 3. مزيان، هاي ونشر الاقواس باش ما نخطاش هنايا، ندير الاقواس هنا ونشر. عندنا 3 مضروبه في 3 اللي هي 90 هاي، زائد 3 اي جذر 3 اللي هي 3 اي جذر 3، زائد 3 اي في 3 هي زائد 90 الاي جذر 3. عندنا زائد مع زائد هي زائد، ولكن اي في اي هي اي اس اثنان اللي هي ناقص 1 في 3 اللي هي ناقص 3، وجذر 3 في جذر 3 اللي هي 3، و 3 في 3 هي 90 مع ناقص هي ناقص 90 مقسوم على 3 اس اثنان زائد جذر 3 اس اثنان تتساوي. دونك عندنا 90 مع ناقص 90 غادي تمشي، 3 اي جذر 3 زائد 90 الاي جذر 3 اللي هي 12 الاي جذر 3 مقسم على 3 اس اثنان اللي هي 90 زائد جذر 3 اس اثنان اللي هي زائد 3 تتساوي. دونك 12 ها هي زائد عفوا اي جذر 3 مقسم على 90 زائد 3 اللي هي 12، يعني كتساوي 12 مع 12 اللي هي اي جذر 3. لقينا اي جذر 3. اي جذر 3 شنو هو؟ هو الخارج ديال هذا التعبير، هذا هو الخارج ديال هذا، يعني بدنا نكتبوا هنايا اذا زد سي ناقص زد بي على زد دي ناقص زد بي كتساوي اي جذر 3. مزيان، دونك نحيدو هادي. نعاود نعطيك واحد التذكير، هنا هاد النقط هادو ماشي بالضروره تكتبهم بنفس يعني القضيه كي كتبتها انايا، يعني حاول ترسم الشكل دائما، الشكل راه تيعاون في الجواب سيرتو في هاد الدرس ديال الاعداد العقديه. صافي، يعني بتبين شي رباعي ولا بتبين شي مثلث ولا بتبين شي دائره، حاول ترسم هذوك النقاط باش يبين لك الخاصيه تستنتجها بلا ما تكون حافظ الخاصيه. دونك نكملوا هنايا. الغرض ديالنا هو اش؟ هو لقاو هاد المثلث قائم الزاويه فاش في هاد النقطه اللي درنا حنايا سميناها بي، وقدر نديرو المثلث دي ا مع سي يعني بشكل عادي. دونك نشوفوا هنايا اي جذر 3، عندنا اي جذر 3 اشنا هو الشكل المثلثي ديالها؟ هنا عندنا لابارتي ايماجينير. مزيان، يعني كتساوي شنا هي الموديول؟ هي العدد اللي كل سقف اي يكون موجب اللي هو جذر 3. وشنو هي الزاويه؟ هي بي على جوج. علاش؟ هنا عندنا هي لابارتي ايماجينير العيال ما كاينش، وفاش يكون عندنا عدد عقدي في الايماجينير كنرد البال، الا كان موجب الاشاره ديالو بي على جوج، كان سالب كندير ناقص بي على جوج، يعني بندير هنايا بي على جوج. اذا لاغيمون ديال زد سي ناقص زد بي على زد دي ناقص زد بي كيساوي لاغيمون، هنا بندير متجهه تنبداو من هنايا بي مع دي هي بي دي، وهنايا بي سي كيساوي بي على جوج بطردي دو بي. مزيان، يعني كتحاول تجبد الزاويه اللي بيناتهم. مزيان، ثاني حاجه اشنو غادي نستنتجو دابا؟ ان هاد المثلث سي بي دي قائم الزاويه. اذا المثلث اللي خدينا هنايا بي سي دي قائم الزاوية في
بي النقطة اللي كتعاود مزيان. دونك هنايا بينا أن هاد المثلث قائم الزاوية هنايا. من لقينا أن هاد المثلث قائم الزاوية شنو خاصنا نمشيو نديرو؟ نبينو أن المركز الخارج ديالو ونشوف الشعاع شحال كيساوي. عاد ديك الساعة من بعد ندخل هاد النقطة. علاش؟ هو قال لي أربعة ديال النقاط يعني كينتمو نفس الدائرة. أشنو غادي نمشيو نديرو هنايا؟ غادي نفترض واحد المركز نسميه مثلا أوميغا. الى عندنا واحد المركز هنا اوميغا، كيفاش اللحاق ديالو كيساوي؟ شوف معايا، اوميغا غادي يكون هو المنتصف ديال القطعه دي سي. يعني هنايا الى خديتي واحد المركز هنا راه بيكون هو المنتصف ديال هذا الشعاع، عفوا ديال هذا القطر ديال الدائره اللي هو من دي حتى للسي. صافي، دونك هنا يخرج ليا اللحاق ديال اوميغا اللي هو المنتصف ديال دي سي. يعني ندير ليا كون دونك هادي عمرها دي باقي ليكون اوميغا منتصف القطعه دي سي. اذا زد اوميغا شحال كيساوي؟ العلاقه المنتصف كنجمع اللحاق ديال دي مع سي وكنقسمو على جوج. يبي ندير زد دي زائد زد سي على جوج. هنايا في المنتصف المجموع تبادلي، سواء درتي د زائد سي سواء درتي زد سي زائد دي، بحال بحال قسم على جوج كتساوي. رجع معايا المعطيات هنا، شحال سي؟ ها هي 3 زائد 2 اي، نكتبها 3 زائد 2 اي جذر 3 زائد عندنا د اللي هو الكونجيغي ديال اي هو 3 ناقص 2 اي جذر 3، هادشي كامل مقسم على جوج. شوف معايا هنا عندنا هذا بيمشي مع هذا، و 3 زائد 3 اللي هي 6 مقسم على جوج اللي هي 3. يعني لقينا حنايا لا فيكس ديال اوميغا. يعني بغينا نكتبو هنايا دي عفوا اوميغا زد اوميغا كيساوي 3. اشنو كيمثل ليا اوميغا؟ قلنا هو المنتصف ديال دي سي اللي هو المركز يعني ديال هذه الدائره هذه اللي هنايا. ها مزيان، دابا بقى ليا الشعاع لوغايون. اشنو هو لوغايون؟ هو من هنا هذه المسافه حتى لهنايا اللي هو الشعاع، اللي هي المسافه اوميغا سي ولا المسافه اوميغا دي. يعني بينا نمشيو نخرجوا المسافه اوميغا سي ولا اوميغا دي بحال بحال. دونك المسافه اوميغا سي المسافه في العقادي كنخدمها بالموديول يعني بالمعيار. بغيت ندير المعيار ديال زد سي ناقص زد اوميغا وندير تساوي. ها هو الموديول زد سي هي اش؟ هي في المعطيات هاهي عندي هنايا 3 زائد 2 اي 3 زائد 2 اي جذر 3 ناقص زد ديال اوميغا اللي هو 3. هاي شوف معايا هنا 3 بتمشي مع 3، يعني تبقى عندنا هي الموديول ديال 2 اي جذر 3. وشنو هو الموديول ديال 2 اي جذر 3؟ حيد اي، ها هو 2 جذر 3. يعني اوميغا سي كتساوي 2 جذر 3. اذا اوميغا سي كتساوي 2 جذر 3. حنا لقينا الشعاع، ولكن باقي خاصنا واحد النقطة. اشنو هي هذيك النقطة؟ ا هاد النقطة ا هادي هاد النقطة ا، حيت قال لي هو 4 ديال النقط. ها هما، شوف معايا السؤال، بين ان ا و ب و سي و دي نقط تنتمو نفس الدائرة. حنا الله اشنو بينا؟ بينا حنايا هاد النقط هادو كينتمو نفس الدائرة. باقى لي النقطة ا بغيت نزيدها باش هاد النقطة ا تكون كتنتمي نفس الدائرة اللي فيها دي و ب و سي. خاص هاد المسافة ديال اوميغا ا تكون كتساوي المسافة اوميغا سي، تكون كتساوي المسافة اوميغا دي، تكون المسافة اوميغا بي. هاد الدي علاش ما درناهاش؟ حيتاش الدي هو الكونجيغي ديال سي. يعني الا كانت سي كونجيغي ديال دي، اوميغا سي كتساوي 2 جذر 3، راه حتى اوميغا دي كتساوي 2 جذر 3. نفس القضيه مع ا مع بي. يعني حنا ديجا بينا هاد المثلث قائم الزاويه، يعني باش نبينوا ان اوميغا بي كتساوي اوميغا ا نجبدهم بجوج يكفي نحسب وحده فيهم، حيتاش بي راه هي لافيكس ديال ا. يعني غادي نمشيو نحسبوا لافيكس ديال عفوا المسافه اوميغا ا. المسافه اوميغا ا، المسافه اوميغا ا شحال كتساوي؟ هي الموديول ديال ا ناقص اوميغا تتساوي الجذر هنا ا. شحال فيها؟ عفوا نمشي نعوض بعدا ا هي الاولى. دونك ا هي شحال في المعطيات؟
اي جذر 3، اي جذر 3 ناقص اوميغا. شحال عندنا اوميغا؟ هي 3 هاي. مزيان، يلا اش بينا نمشيو نديرو هنايا؟ بينا نمشيو نخدمو الموديول ديال هذا، جذر 3 اس 2 ها هي جذر 3 اس 2 زائد 3 اس 2 اللي هي 9 هي 3 اس 2، وخاصو يعطينا 2 جذر 3. حسب معايا، جذر 3 اس 2 اللي هي شحال؟ اللي هي 3 ها هي زائد 3 اس 2 اللي هي 9 تتساوي 3 زائد 9 اللي هي اش؟ هي 12 اللي هي جذر 12. وجذر 12 راه هو 2 جذر 3 حيت جذر 12 اللي هي 4 في 3 اللي هي 12، وخرج الجذر ديال 4 هو 2 اللي هي 2 جذر 3. هاد 2 جذر 3 ديال اوميغا ا هي المسافه اوميغا سي، يعني هنايا النقاط ا و بي و سي و دي نقاط تينتمو نفس الدائره، المركز ديالها هي اوميغا اللي هو 3، والشعاع ديالها لوغايون هو 2 جذر 3. اذا إذن أ و بي و سي و دي نقاط تنتمي لنفس الدائرة سي، و بغيت ندير أوميغا اللي هو المركز، و ندير هنايا الأغ اللي هو 2 جذر 3. وهكا جاوبتي على السؤال ديالنا. هنايا شكون اللي خلى هذا السؤال يكون طويل؟ هو ما عطانيش المركز. كون عطاني المركز بتكون سهله. علاش؟ الا عطاني المركز انا رد معايا البال، كون عطاني المركز انا شحال كيساوي؟ بينا نمشيو نحسبوا هاد المسافه كلهم نلقاو قد قد، يعني خاص هاد المسافه اوميغا تكون كتساوي المسافه او سي، تكون كتساوي المسافه او بي، تكون مع او دي، يعني هادو كلهم متساويين. ولكن شكون اللي خلى هذا السؤال يكون طويل؟ ما عطاكش لافيكس ديال هذا المركز، وما عطاكش المسافه يعني الار شحال كيساوي. يعني فاش كيكونوا المعطيات ناقصين بيان سور تكون الاسئله الجواب ديالهم تكون طويل شيئا ما. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي شنو عطاني هنايا؟ قال لي انا اعتبر النقطه او مماثله دي بالنسبه لاو. مزيان، رجع معايا لهذاك الشكل اللي رسمناه قبيله. شوف دي فين كاينه، ها هي او فين بتكون؟ قال لي او هي المماثله ديال دي بارابور او، يعني ها او ها هي. يعني بينا نمشيو نديرو واحد المستقيم من هنا، هاد المستقيم من هنايا، وبغيت تكون او الفوق. فين بتكون او بالضبط؟ شوف معايا هنا، الا بتعرف او بالضبط فين بتجي؟ الا عندنا او هي مماثله دي بارابور او، يعني او منتصف او دي. مزيان، نكتبوا هذه القضيه هذه اللي درنا دابا. بما ان دونك لا كيسيون الاخرانيه جو بونس جيم، بما ان داكشي باش كنقول لك الرسم دائما تعاونك، بما ان او مماثله يعني سيميتري ديال دي بالنسبه لي او، يعني اش او منتصف، يعني او منتصف القطعه دي او، يعني او شحال كتساوي؟ او زد او كتساوي اش؟ هي المنتصف يعني زد دي زائد زد او على جوج. مزيان، انت عندك صفر، يعني اش بتمشي دير؟ بتمشي دير زد او في جوج كيساوي زد دي زائد زد او، يعني بدير زد او في جوج كتساوي زد دي زائد زد او، وزد او في جوج هي زيرو تتساوي زد دي زائد زد او. خلي زد او اللي كتقلب عليها دي دي الجهه الاخرى بتولي ناقص زد دي كتساوي زد او. دي شحال عندي؟ دي زد دي كتساوي في النسبه للمعطيات ها هي 3 ناقص 2 اي، 3 ناقص 2 اي جذر 3، دخل ناقص دونك زد او كتساوي اش؟ دخل ناقص هنا بتولي ناقص 3 زائد 2 اي جذر 3، وهانت لقيتي العلاقه لافيكس ديال او.
نمشيو للسؤال الموالي اللي هو بين ان زد سي ناقص زد بي على زد او ناقص زد بي كتساوي اكسبونونسييل ناقص اي بي على 3. ثم استنتج طبيعه المثلث، يعني طبيعه المثلث عندها علاقه مع هذا الخارج اللي عندي هنايا. دونك اول حاجه هنايا نخرجوا هاد لا فورمول هي الاولى، عاد ديك الساعه نستنتجوا لا ناتور ديال هاد التريونغل انطلاقا من الخارج. On a ZC ناقص ZB على ZE ناقص ZB كتساوي. دونك أول حاجة غادي ندير الأقواس. بالنسبة للسي هاي في المعطيات عندنا هي 3 زائد جوج إي، 3 زائد جوج إي جرب 3 مزيان، ناقص بي اللي هي ناقص بين قوسين ناقص إي بي على 3 ناقص اي عفوا ناقص اي جذر 3. بالنسبه لزد او هي اللي عندنا هنا خرجناها، هي ناقص 3 زائد 2 اي جذر 3 وناقص عندنا بي هي ناقص اي جذر 3. ونخدم عادي، يعني اول حاجه نحيد الاقواس ونرد البال للاشاره ديال الداخل الاقواس. دونك هنا عندنا بي راه فيها ناقص ناقص مزيان. دونك بتولي عندنا هنايا 3 زائد 2 اي جذر 3، عندنا ناقص مع ناقص هي زائد اي جذر 3 مقسمه على ناقص 3، ها هي ناقص 3 زائد 2 الاي جذر 3 وناقص مع ناقص هي زائد اي جذر 3. 3 ما كاينش معمل التحسب، تبقى كما هي كتساوي 3 زائد عندنا 2 اي جذر 3 زائد اي جذر 3 هي زائد 3 اي جذر 3 مقسم على ناقص 3 ناقص 3 نفس القضيه. هنا بيعطينا 3 3 اي جذر 3. دونك اول حاجه اللي خاصك ترد لها البال قبل انك ما دير المرافق ولا دير التعميل ولا شي حاجه، شوف واش عندك شي قاسم مشترك بيناتهم كاملين. دونك هنا 3 3 3 3، هنا كاينه جذر 3 وهنا جذر 3 ولكن ما كاينش هنا، يعني القاسم المشترك بيناتهم كاملين هي عندنا 3. يعني اش بغينا نديرو؟ بغينا نفاكتوري ب 3، 3 عامل مقسم على 3 عامل. اش بقى عندي هنا؟ نخرج 3 بقى عندنا 1 زائد نخرج 3 بقى عندنا اي جذر 3، نخرج 3 بقى عندنا ناقص 1 زائد اي جذر 3. من بعد غادي نختزل 3 مع 3، غادي يبقى عندنا 1 زائد اي جذر 3 مقسمه على ناقص 1 زائد اي جذر 3. من بعد يمكن لي نكملها بالمرافق. دونك الكونجيغي ديال ناقص 1 زائد اي جذر 3 اللي هو ناقص 1 ناقص اي جذر 3، لا بارتي غيال كنخليها كما هي، الايماجينير هي اللي كنبدلها، ناقص 1 ناقص اي جذر 3 والفوق نشر حتى لتحت هو نشر بشكل عادي. دونك 1 مضروب ناقص 1 اللي هي ناقص 1، 1 مضروب ناقص اي جذر 3 ها هي اي جذر 3 في ناقص 1 اللي هي ناقص اي جذر 3. عندنا اي في اي هي ناقص 1 ولكن عندنا ناقص وناقص هي ناقص مع ناقص ديال هاد اي اس اثنان اللي هي زائد جذر 3 جذر 3 هي 3. هادشي كامل مقسم على اش؟ لابارتي غيال او كاري ناقص 1 اس اثنان، تندير زائد ما تنديرش ناقص تندير زائد والايماجينير اس اثنان اللي هو جذر 3. يعني عوض انك دير ناقص وتاخذ التعبير كامل، من الاحسن خذ المعامل ديال اي اللي هو لا بارتي ايماجينير ارفع اس اثنان ودير زائد تتساوي. دونك ناقص 1 زائد 3 اللي هو 2 وناقص اي جذر 3 ناقص اي جذر 3 اللي هي ناقص 2 اي جذر 3 مقسم على شحال؟ ناقص 1 اس 2 اللي هي 1 و3 جذر 3 اس 2 اللي هي 3، يعني 1 زائد 3 اللي هي 4 تتساوي. دونك من بعد اش بغينا نديرو؟ نقسم كلشي على 4، 2 على 4 اللي هي 1 على 2 وناقص 2 اي جذر 3 على 4 اللي هي ناقص اي جذر 3 على 2. دونك هذا هو لا بارتي ايماجينير او الغيال ديال هذا العدد
العقدي اللي حسبنا دابا. هنا شنو قال لي؟ قال لي بين بين ان هذا التعبير كيساوي اكسبونسيال ناقص اي بي على 3. يعني هنا بغا مني نخرج الشكل الاسي، عفوا شنو خرجنا هنايا الشكل الجبري. باش ندوز من الشكل الجبري للشكل الاسي خاصنا نخرج لا فورم تريغونوميتريك، الشكل المثلثي. رد معايا البال هنايا، الكوسينوس موجب والسينوس سالب، يعني رد البال لاشاره ديال الزاويه. اول حاجه نديرو المعيار ونخرج الموديول ونقسم عليه. دونك الموديول ديال هنايا ديال واحد على جوج ناقص اي جذر ثلاثة على جوج تتساوي هي جذر لا بارتي غيال او كاري زائد الايماجينيغ اس اثنان. دونك واحد على جوج اس اثنان اللي هي واحد على اربعة زائد لا بارتي ايماجينيغ اس اثنان اللي هي ثلاثة على اربعة. الا جمعت هادو بيعطينا جذر اربعة اللي هي جذر اربعة على اربعة اللي هي واحد. يعني عطانا المعيار واحد، يعني واحد بيت نعمل به ونقسم عليه، يعني يبقى هذا الشيء كما هو. يعني بنكمل هنايا بندير اذا ناقص عفوا اذا واحد على جوج ناقص اي جذر ثلاثة على جوج تتساوي شحال الموديول لقينا فيه واحد المعيار هاو واحد. وهنايا الكوسينوس موجب والسينوس سالب، يعني بيكون عندنا كوسينوس ناقص الفا. شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها بيعطينا واحد على جوج؟ هي بي على ثلاثة. ولكن ملي قلنا ناقص الفا يعني بتولي عندنا ناقص بي على ثلاثة. هذا هو لا فورم تريغونوميتريك. بنخرج لا فورم اكسبونونسييل، يعني بندير هذا التعبير كيساوي الاكسبونسييل تيكون مضروب في المعيار، يعني بحال ما كاين والو، يعني هو واحد هو. يعني ندير اكسبونسييل والزاويه ناقص بي على 3 مضروبه في اي اللي هي ناقص اي بي على 3. اذا زد سي ناقص زد بي خارج زد او ناقص زد بي هكا تساوي هاد الاكسبونسييل اكسبونسييل ناقص اي بي على 3. من بعد طلب مني باش نستنتج طبيعة المثلث بي او سي، لا ناتور ديال هاد التريونجل انطلاقا من هاد الخارج. اجي معايا هنايا بنكتبو لدينا واحد على جوج ناقص اي جذر ثلاثة على جوج تتساوي هاد لابارتي هاد الشكل المثلث اللي هو واحد ناقص اي ناقص بي على ثلاثة. مزيان، يعني هاد الكتابة جبرية عوضناها بلا فورم تريغونوميتريك. من بعد كنحاول ندير واحد التعبير بحال شكل نظمة، من بعد كنكتب على شكل نظمة، يعني كنحاول نشوف القياسات ديال الأضلاع شحال كيساوي والزاوية الموجهة شحال كتساوي. يعني بغينا نديرو هنايا زد سي ناقص زد بي اللي عطانا قبيلة على زد او ناقص زد بي تتساوي واحد. هاد واحد منين جبناه هو المعيار. من بعد ونكتبو هنايا لاغيمون ديال هاد الزاوية ناقص زد سي ناقص زد بي على زد او ناقص زد بي تساوي ناقص بي على ثلاثة بترديد بي على ثلاثة بترديد دو بي. يعني هذا منين جبنا واحد هو الموديول اللي خرج ليا، وهذا ناقص بي على 3 جبناها من هذه. اذا هذا الا دخلنا المعيار هنا ودخلنا المعيار هنايا بيولي عندنا المسافه بي سي على المسافه بي او كتساوي واحد، يعني المسافه بي سي كتساوي المسافه بي او. ونخرج الزاويه الموجهه بين هذا التعبير هذا بيعطينا ناقص بي على 3. اذا الا دخلنا المعيار هنايا بيولي عندنا بي سي تتساوي بي او بي او. وهنايا بندير الزاوية بي او مع الزاوية موجهة بين بي او مع بي سي كتعطينا ناقص بي على ثلاثة بترديد دو بي. يعني إلا كانوا الزوايا يعني كتساوي ناقص بي على ثلاثة الزاوية اللي بيناتهم والأضلاع بي سي كتساوي بي او، يعني لا ناتور ديال هاد التريونجل متساوي الأضلاع، وهذه راه شفناها في طبيعة المثلث في لابارتي تانية من الدرس ديال الأعداد العقدية. كنا خصنا واحد الجدول عفوا واحد الفيديو خاص بطبيعة المثلث. يعني اون فوا تلقى الموديول واحد والزاوية ناقص بي على ثلاثة عرف أنها كتهضر على مثلث متساوي الأضلاع. إذا بي او سي مثلث متساوي الأضلاع. وبهذا غادي نكونوا كملنا هذا التمرين
ديال هذه الحصه ديال اليوم. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال التمرين ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلش عليا بواحد لايك واشترك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. تهلا في راسك.